عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده مع بعض الكبسه بالفراخ اللذيذه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين بقى عامله ازاي؟ تحفه جدا، وكله في حله واحده بدون بقى مواعين ولا اي حاجه. يلا بينا بقى على الطريقه. اول حاجه معايا هنا معلقتين كبار من الزيت، وعندي كمان معلقتين كبار من السمنه او الزبده، المتوفر عندك اشتغلي بيه، وهسيبهم بقى يتقدحوا بس شويه. هنزل بقى بالتوابل المجففة. معايا هنا صباع قرفة واحد، متكتريش عن كده، وعندي كمان واحدة بس من الليمون المجفف، وعندي كمان ورق لوري. هسيبهم بقى هنا كده يتحمصوا شوية. وهنزل كمان باتنين من القرنفل، وعندي كمان اتنين من الحبهان، وفتحت الحبهان عشان يطلع النكهة بتاعته، وهسيبهم بقى يتحمصوا كده شوية. اول بقى ما التوابل تتحمص معايا كده، هنزل بقى دبابيس الفراخ. دبابيس الفراخ طبعا هتلاقيها كويس جدا ومصفياها، تاخد بقى صدمة كده. اول بقى ما تدينا اللون الذهبي دوت، نقلبها على الناحيه الثانيه على طول. ريحه الفراخ بقى مع التوابل لما بتتحمص كده مع بعض ريحتها تحفه. اقلبها بقى على الناحيه الثانيه اول ما تاخد معايا اللون الذهبي الحلو ده. هنزل بقى بالتوابل. معايا هنا معلقه صغيره من كل حاجه، من الفلفل الاسود والكركم والبابريكا، يتحمصوا كده معاها، بتدي ريحه حلوه جدا. وهنزل كمان بصلايه ومقطعاها قطع صغيره، وهسيبها بقى البصله كده تتشوح شويه وتدينا اللون الذهبي الحلو. اول بقى ما البصله تدبل معايا كده وتاخد اللون الذهبي الحلو، هنزل بقى عليها بطماطميه كبيره وبشراها، وهقلبهم برده كويس جدا. معايا كمان هنا معلقه كبيره من الصلصه، بتدي بقى طعم كمان وريحه ولون حلو جدا للفراخ. هنزل بقى بالميه بس تكون مغليه، اهم حاجه تكون مغليه كده وانت بتضيفيها. هضيف بقى اخر حاجه معايا الملح، معلقه كده كبيره ممسوحه. سيب بقى الفراخ بتاعتنا اللذيذة الجميلة ديت تستوي نص سوا بس. اول ما تبتدي بقى تستوي معايا كده، هنزل عليها نص كيلو من الرز البسمتي الاصفر، طبعا غسلاه ومصفياه كويس جدا. طبعا بتزودي بقى الشوربة او المية اللي هتشتغلي بيها، لان الرز البسمتي بياخد سوا جدا عن الرز المصري. هغطيه بقى واسيبه يستوي هو والفراخ. اول بقى ما يتشرب معاكي كده ما تقلبيش فيه كتير عشان الرز ما يتكسرش بس معاكي، وطي بقى عليه النار خالص. كده بقى الرز استوى معايا والفراخ، شايفين بقى الرز مفلفل وجميل ازاي. عايزه بقى اقول لكم ريحتها، بسم الله ما شاء الله، والله قلب الشقه عندي ريحتها تحفه. نغرف بقى الكبسه اللذيذه بتاعتنا دي، نحط بس الفراخ كده في طبق ونغرف الرز، وبعد كده ايه نرصها من فوق. الله على الرز وجماله، شايفين مفلفل ازاي، هتاكلوا الرز عن الفراخ كمان. كده رصينا بقى الرز، نرص بقى الفراخ كده على جنب كده ونشيل طبعا من عليها الا الرز. رصيت الرز ورصيت كمان الفراخ، شايفين بقى شكلهم جميل ازاي وطعمهم وريحتهم تحفه. عندي بقى هنا معلقه كده كبيره من الكاتشب، وممكن تضيفي عليها معلقه كبيره من العسل الابيض. وهندهن بقى الفراخ بتاعتنا اللذيذه دي عشان بس ايه تبقى لونها حلو معانا في النهايه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ شايفين بقى عامله ازاي؟ تحفه جدا وطعمها وريحتها خطيره جدا، وكله في حله واحده بدون بقى مواعين ولا اي حاجه. ان شاء الله بقى تجربي الطريقه دي، ولو عجبك الفيديو ما تنسونيش بقى في اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد باذن الله.